طلابي الأعزاء، مرحباً بكم فأنتم الأنوار، مرحباً بكم فلكم تنظم الأشعار، مرحباً بكم يا علماء الصغار، على بركة الله هيا نبدأ. أهلاً بكم طلابي في فيديو جديد والجزء الثاني من درس مقارنة الأعداد. تحدثنا أن مقارنة الأعداد تتم بوضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في الفراغ، وتعلمنا أنه يوجد لدي طريقتين للمقارنة. الطريقة الأولى إذا كان العددين من نفس عدد المنازل بوضع إشارة، إذا كان لهما أعداد مختلفة من المنازل ماذا نفعل؟ نضع إشارة الأكبر أو الأصغر باتجاه الرقم الذي يمتلك هو العدد الأكبر، يعني العدد اللي له منازل أكثر هو العدد الأكبر، العدد اللي له منازل أقل هو العدد الأصغر. الطريقة الثانية اللي أخذناها حكينا فيها إذا كان العددين يمتلكان نفس عدد المنازل نبدأ مقارنة الأعداد من اليسار انتهاء من اليمين. متى بنوقف؟ بنوقف إذا لقينا رقمين مختلفات عن بعض فنضع إشارة الأكبر باتجاه العدد الأكبر. فلنبدأ اليوم، سوف نأخذ ترتيب الأعداد. اليوم بدي أبلش في ترتيب الأعداد تصاعدي أو تنازلي. سؤال 11، بدي أحل سؤال 11 صفحة 19. سؤال 11 صفحة 19، تشارك ثلاثة أشخاص في مشروع تجاري ودفعوا المبالغ المبينة في الجدول الآتي. الشخص والمبلغ بالدينار الأردني، مريم، أحمد، فارس. مريم 26,390، فارس 58,475، أحمد، فارس 26,359. بحكي لي السؤال، اكتب أسماء الأشخاص الثلاث مرتبة حسب المبالغ التي دفعوها من الأكثر إلى الأقل. طريقة المقارنة يا رابع إني بكتب منازل، لوحة المنازل المختصرة، شحطة شحطتين ثلاث، آحاد عشرات مئة، دورة القلوب آحاد عشرات ومئات لكل رقم، آحاد عشرات مئات، آحاد عشرات مئات، آحاد عشرات مئات، آحاد عشرات مئات. هذه دورة لوحة المنازل المختصرة. الرقم الأول لمريم، الرقم الثاني لأحمد، الرقم الثالث لفارس. هذول ثلاث أرقام. نشوف كيف الأرقام. حكينا التوزيع يا رابع، نتذكر من اليمين إلى اليسار توزيع. حتى أوزع الأرقام في لوحة المنازل المختصرة أوزع من اليمين إلى اليسار. 0, 3, 6, 2, 5, 7, 4, 8, 5. وهون فارس 9, 5, 3, 6, 2. المطلوب بده ايانا من الاكثر، من الاكثر الى الاقل بلغه اخرى ترتيب تنازلي. ترتيب تنازلي. فلنبدا المقارنه بدوره الالوف. نبدا المقارنه بدوره الالوف خانه العشرات. 2, 2, 5, 2. أكبر رقم هو الخمسة، إذا رقم أحمد يأخذ رقم 1، إذا أول ترتيب أحمد، الأكثر أحمد. بقي لدي فارس ومريم، اللي عندي فارس ومريم 2, 2. بمشي لليمين زي ما تعلمنا، 6, 6 بمشي لليمين، 3, 3 بمشي لليمين، 9, 5 مين الأكبر؟ التسعة. إذا بعد أحمد تجي مريم، وآخر إشي بعد مريم بيجي فارس. إذا الطريقة في ترتيب ومقارنة الأعداد تتم من خانة، أول خانة من دورة الأحاد. إحنا بلش الرقم عندنا في
عشرات الألوف. بلشت عندنا في عشرات الألوف، أخذنا أكبر عدد اللي هو 5. أخذ الرقم الأول أحمر لأن حكاية تنازل بين الأكثر والأقل، أكبر رقم بيناتهم 5 أحمر. بعدين إجينا لمريم وفارس، مريم وفارس 2 متساوي، ناخذ الرقم اللي بعده بخانة عشرات الألوف 6. دورة الآحاد خانة المئات 3. 9 5 9 عدد أكبر إجت مريم. آخر إشي الذي تبرع بعدد أقل هو فارس.